درجه الحراره يعني بتقعد نفسه في دايره كده حضرتك وليها لون وحوالين الدايره دي مربع ليه لون يبين لك اسمه رأس الحراره. رأس الحراره ده حضرتك بيبين الطعم ده ومعاه درجه حراره عاليه اللون بيتغير بس خلاص يبقى ده ما ينفعش. فكل ده حضرتك يراعى تماما وده مش في طعم الحمله بس بحضرتك في التطعيمات الروتينيه بتاعت الاطفال اللي بياخدوها اول ما يتولدوا بياخدوها من شهرين واربعه وسته وتسعه وسبعه وسبعه ونص كل منظومه ديت فيها هذا النظام. عاوز اقول لحضرتك جميع الطعوم اللي بتسافر في مصر وعشان اقول لك من انجح مش شرف القطاع الوطني من انجح البرامج اللي موجوده في وزاره الصحه هي برامج الفتره. طب هل بالنسبه لل يعني احنا كده كملنا على موضوع الطعوم بالنسبه بقى اللي بيتلقى الطعم نفسه هل المفروض يعني ولو سؤال او كشف ظاهري ان مثلا في بعض الحاجات لما تبقى عندي المفروض ما اخدش طعم مثلا انا عندي حساسيه انا عندي باخد دواء معين تحت منه في موانع من احداث الرئه؟ مفيش اي موانع من التطعيم في تطعيم الحمله غير حاجه واحده بس حاجه التطعيم اللي هو لو اي حد عنده اعراض مرضيه ان عنده ارتفاع في درجه الحراره عنده انفلونزا فسخن فده يؤجل التطعيم لحد ما الاعراض المرضيه دي تعمل بس مش مانع بتكلم في تطعيم الحمله اللي هو بتكلم كده حتى لو اتكلمنا متخصص في مبرد درجه حراره العاليه انما مش درجه حراره عاديه